ازيكم يا شباب، انا ريمون صبري. النهارده بنكمل الجزء الثاني من بنترست ماركتنج وترويج التيشيرتات على منصه بنترست. مبدئيا لو حضرتك بتحضر هذا الجزء وما حضرتش الجزء الاول، ارجوك ارجع للجزء الاول تمام، وبعدين تخلصه وتعالى على هذا الجزء الثاني من بنترست ماركتنج. نخش بقى في موضوعنا الرسمي بتاع النهارده. احنا كنا اتكلمنا المره اللي فاتت على موضوع التظبيط والاوبتمايزيشن الخاص بالاس اي او والسيو بتاع بنترست عن طريق طبعا بزنس نيم والبروفايل والديسكريبشن والبوردز تمام. وجينا بقى على التظبيط والاوبتمايزيشن الخاص بالبنز الخاصه بحضرتك، واتفقنا على اول حاجه اول نقطه ان احنا نعمل البنز او الصور اللي هننزلها تكون فيرتيكال او باسلوب راسي وليس افقي، واتفقنا على الابعاد الخاصه بهذه البن. يا اما في تو اوبشنز مع حضرتك، في 1500 طول في 1000 عرض او 1300 طول و600 عرض تمام عشان يبقى اكثر ليها قابليه بالظهور اكتر وسط البنز الاخرى من الناس الثانيه تمام. دي اول نقطه. تاني نقطه بقى، لو انت خاصه تعبت عملت ديزاين معين في اي بلاتفورم تتعامل مع اي منصه برنت اون ديماند سواء ريد بابل او زازل او تي سبرينج وخلافه، فانت محتاج من بنترست مش بس عايز الموضوع التيشيرت بتاعك انت او الديزاين ده ناس تتفاعل معاه ولايك وكومنت والكلام ده، لا انت عايز ناس تشتري هذا الديزاين، صح كده؟ صح. فاذا انت في بنترست مش عايز بس الديزاين بتاع حضرتك يروح جو فايرال، لا انت عايزه ناس تدخل عليه كليك على اللينك وبالتالي تعجبها قوي. علشان كده من فضلك ابتعد عن اي ديزاين تنزله على بنترست ذو خلفيه بيضاء زي اللي انت شايفه قدام حضرتك ده. طبعا الديزاين نفسه جميل، لكن هو بهت اكتر بوجود الوايت باك جراوند، خصوصا كمان التيشيرت نفسه اصلا كمان ابيض، تخيلوا بقى. يبقى انا ككاستمر مثلا، انا ايه اللي هيعجبني في الديزاين والتيشيرت ده؟ مش حاسه، مش ممكن اديله مثلا لايك او سيف مثلا عشان الديزاين نفسه عجبني، لكن ان ادخل بقى عشان اشتريه ما اظنش ان يبقى اكبر عدد من الكاستمرز هتلاقيهم يتحمسوا لهذا الديزاين بهذا المنظر. فالافضل بقى تعمل ايه بقى؟ تعمل موك ابس. وانا قلت برضو على النقطه دي في موقع بليس ات، موقع طبعا بيديك طبعا باسلوب مجاني تمام، موك ابس كتير جدا اللي تختار اللي انت عايزه منه، وتيجي هنا زي صفحه مثلا اخترت موك اب معين عجبني، تيجي هنا ابلود ايمج وتختار الديزاين اللي انت حضرتك اللي انت عايزه تمام. هيجي يرفع هنا على هذا التيشيرت، تختار طبعا لون التيشيرت اللي انت عايزه برده من هذا السهم، اصفر احمر اخضر اصفر اسود اي حاجه تمام. خلصت كده الموضوع عجبك، دوس فري داونلود ينزل الصوره على جهاز حضرتك تمام. دي اول نقطه، ابتعد عن الوايت باك جراوند تمام. تمام، يجي بقى النقطه الثانيه. يفضل بقى ان انت تجيب اكتر من ديزاينز او اكتر من الوان لنفس الديزاين، لنفس طبعا الوان لنفس يعني الوان مختلفه للتيشيرتات لنفس طبعا ديزاين، زي مثلا كده. هنا انت بتخاطب اذواق مختلفه في بنترست تمام. طبعا الكاستمر ممكن ما يحبش اللون الاخضر مثلا هيلاقي اللون الازرق، الكاستمر اللي ما بيحبش اللون الاسود هيلاقي اللون الابيض وهكذا. فانت نوعت اكثر من اذواق معينه لدى الكاستمرز على بنترست، وده بيخلي برضو اكثر عرضه لموضوع ان الكليك على هذا التيشيرت. طبعا خصوصا لو كان التيشيرت نفسه جميل، ده لقيته حلو جدا على الابيض وحلو جدا على الاخضر وحلو جدا على البلو وحلو جدا على البلاك وحلو جدا على الروز، يبقى كده لا ده انا كده اخش بقى واشوف بقى ايه هذا التيشيرت بقى، وانا عاجبني مثلا هذا الروز فبالتالي انا اشتريه، واحد ليا واحد مثلا لمراتي لخطيبتي لاي حد في ميل تمام. فكده اول نقطه ابتدى عن الوايت باك جراوند تمام. ثانيا عدد الوان التيشيرتات لنفس الديزاين في نفس البن نفسها. وبرده ما تنسوش برده هو الراجل هنا حط برده موك ابس، ما دي موك اب تمام، ما حطش كده تيشيرت كده ايه زي لهذا الديزاين. ثالث نقطه برده، ممكن تحط في نفس البن نفسها اكتر برضو من ايتمز. يعني مثلا انا راجل حطيت الديزاين ده انت عشان الناس تشتري هذا الديزاين اللي هو التيشيرت الاخضر ده تمام. ده موكب طبعا معين، ده موكب معين هدفه الرسمي او بيهدف لسيكتور معين. انا راجل عندي شوزه مثلا بني
حلو جدا. وجينز ازرق، يا سلام. طب ما حلو جدا التيشيرت ده عليهم، فكده بالتالي انا ايه هدخل على هذا اللينك عشان اشتري هذا التيشيرت اللي لونه اخضر ده تقريبا. تمام، زي ما حضرتك برضو بتشتري مثلا في محلات، لو لقيت التيشيرت مثلا كده متعلق بس كده في شماعة مش قوي، مش عاجبك قوي، الا انت بقى لو شفت بقى على مانيكان لابس بقى الطقم كامل جينز وشوزة، انت ممكن كمان تشتري كمان الطقم كله كامل مكمل، صح كده؟ فبالتالي انت يبقى الموكب نفسها مهمة جدا، بتخلي الكاستمر نفسه يبقى اكتر تشجيع، ويبقى خلي البن حضرتك او هذه الصورة مور اتراكتيف لدى الناس اللي بتتسوق على بنترست. تمام، وانت برضو بتخاطب اذواق مختلفة وطبائع مختلفة من الناس، فطبعا حابب برضو تمشي بهذا النظام الخاص بتعدد الالوان التيشيرتات بنفس الديزاين، برضو دي حاجة جميلة. تمام. تالت برضو نقطة، اللي انت بقى بتجيب تو ديزاينز او تصميمين مختلفين في نفس البن، وده اللي شفناه هنا مثلا زي كده، هنا حاطط هنا تيشيرت جميل زي كده، وكمان حاطط برضو تيشيرت هنا برضو جميل الاتنين. شوف ركز معانا بقى، هو الراجل هنا جمع كذا حاجة، اولا طبعا صورة كبيرة وطويلة فيرتيكال زي ما اتفقنا. تمام، ثانيا نستخدم موكابس. تمام، ما تحطش كده ديزاين بس تيشيرت كده مفيش حد موديل لابس ولا حاجة. ثالثا ان هو راجل عدد الذوقيات، قال الراجل ده لو عجبك الذوق ده اشتري، عجبك الذوق ده خش على اللينك برضو وادخل على هذا اللينك، هتشتري ده او تشتري ده او تشتري الاتنين مع بعض. تمام، يبقى كده عندك انت البن الخاصة بحضرتك، اتفقنا كده تبتعد عن تحط او ترفع التيشيرت بخلفية بيضاء، عدد الوان التيشيرتات. تمام، او حط او وضع طبعا تصميمات مختلفة. تمام، بنفس البن. تمام، نقطة برضو مهمة جدا برضو في البن اوبتمايزيشن، بخلاف طبعا الصورة بقى، اللي انت بقى بتحاول تجذب الكاستمر نفسه ان هو يعني تستفزه كده، بما لو احنا جاز التعبير يعني، بتحمسه ان يدخل على هذا اللينك. تمام، ازاي؟ برضو هنا برضو الراجل ده هنا عمل حاجة جميلة جدا، قال لك شوب ناو. الكلمة على فكرة دي ممكن ممكن هنا مش باينة قوي الحقيقة، لكن ككاستمر هنا عمل لك زي ايه، زي كده تحفيز كده ان تضغط على هذا كلمة شوب ناو دي وتدخل على اللينك الخاص بالستور ده او بهذه التيشيرتات. فبالتالي انت لازم تعمل تحفيز للكاستمرز، للناس المشترية اللي حابين يشتروا، حفزهم، قول لهم كول تو اكشن بوتون، خلي فيه كده حماس، ادعوهم اللي هم يشتروا ويتفرجوا على التيشيرتات اكتر من الستور عندك. تمام، بهذا مثلا الكلمة زي كده. تمام، ودي اكتر بقى يعني ظهورا ووضوحا اكتر في البلوجز مثلا وفي المواقع الاخرى اللي بتعمل مقالات، يقول لك مثلا انت هاو تو ليرن مثلا 7 تيبس ومش عارف مين كذا 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 كذا. تمام، ادخل ما بقى ادخل بقى وشوف ايه السبع الطرق مثلا لعمل مثلا ماركتنج قوي جدا وهكذا. طبعا ده بيخلي الراجل اللي هو بيتصفح كده في بنترست يدخل على طول على اللينك نفسه عشان يشوف بقى هم السبع بقى طرق وخلافه. انت بقى هنا عايز الراجل بقى عجبه الديزاين وعملت الموكابس، تمام، وجبت كذا ديزاين خلاص، الراجل ده تحفز وشاف البن بتاع حضرتك بعناية، انت كده حفزته بقى بزيادة، شوب ناو او ليرن مور او ويتش مور وهكذا. تمام. انا برضو يعني تعالى نروح مثلا مع بعض، زي كلمه مثلا اقول لك كمثال برضو، كلمه فري مثلا دايما شوف انت ممكن في بعض الصوره كده زي في كلمه فري مكتوبه كده كبيره او ديسكاونت، بتحفز الراجل او تحفز الراجل المشتري ان هو يدخل على هذا اللينك، فانت راجل بتستفز الكاستمر عشان يبقى تو كليك ذا لينك. تمام، نروح مثلا على كانفا مثلا. تمام، انت بقى تضع ازاي بقى البن دي اللي فيها الموك ابس بقى؟ انا عملت بقى برضو باسلوب بسيط، لو انت راجل شغال على ريد بابل كمثال يعني، انا عملت تو، عملت محاولتين اهم مثلا زي كده، صورة زي كده، فيس ماسكس هنا، ادي فيس ماسك، ادي فيس ماسك، ادي فيس ماسك. تمام، وهنا بقى عملت بقى هنا ايه بقى، كول تو اكشن فور مور فيس ماسكس، اعمل هنا بقى شوف زر ايه بقى هنا، يعني دوس كليك كده ودخلك على
اللينك اللي انت عايزه. انا لسه على فكره عامل البين دي، او لسه عامل هذه الصوره في كانفا قبل ما اعمل الفيديو ده على طول، تمام؟ كمثال يعني، عشان برضو مطولش احضركم في عمل الكانفا بين ده اصلا. فهتقولي طبعا ده ما ده هو فيك خلفيه بيضاء، لك مش مشكله الخلفيه البيضاء دي، هقولك لو انت حابب او قدرت تعمل ريموفنج للباك جراوند دي مفيش مشكله خالص، برضو ممكن تسيبها، لكن خلي النطاق العام بتاع الصوره نفسها اكثر جاذبيه، تمام؟ ادي انا كده عملت برضو طريقه من ضمن الطرق او استراتيجي معينه، لان انا عرضت اكثر من ديزاين، ممكن ده الراجل ده يعجبوش، الفيميل دي ممكن تعجبها دي، او ممكن تعجبها دي، عجبها ثلاثه تضغط على ده، عشان انت قلت لها في كمان اكتر من كده. ده انا لا ده انا كده اخش بقى على اللينك حضرتك ده واشوف بقى ايه اللي انت راجل برنس بقى وعندك ديزاينز جميله تستحق المشاهده، وكمان ممكن تتحقق كمان هي الشراء، تمام؟ برضو في برضو صوره تانيه برضو حابب اوريها لحضراتكم، برضو صوره زي كده مثلا، ده فيس ماسك واحد فقط لا غير بموكب معين اهو، تمام؟ لكن عملت بقى حاجه اسمها هوك كده، او عملت لها ايه زي اشاره كده توضيحيه، خليت الفيميل نفسها او الست دي بتتفرج على الفيس ماسك ده او هذا الكاستمر، راح بقى وجهته بقى لمين؟ البوتون الخاص بالكول تو اكشن فور مور اميزنج ماسكس، اضغط هنا. قال يعني طبعا هو لو ضغط في كل حته طبعا هيخش على اللينك، بس انا بقول له ايه؟ قال يعني انت هتدخل هنا حاجه كده زي كليكابل بوتون، يعني حاجه كده زر قابل للضغط يعني، فيدخلك برده على اللينك، تمام؟ طبعا هو الكلام طبعا هنا انت ممكن تغيره عادي جدا، انا ده كلام عملته باسلوب سريع عشان تحضيري بس، كمجرد بس كمثال يعني. انت ممكن تقول شوب ناو فور مور، طبعا واتش مور، تمام؟ لو انت عندك ديسكاونت زي مثلا تي بابليك بيعمل مثلا 14% تقريبا خصم او حاجه زي كده، اكتب بقى ديسكاونت على مثلا اربع قطع ده في بابل مثلا في الفيس ماسكس، جيت فور ماسكس اند 20% ديسكاونت، هوري اب يعني اسرع، وهكذا. انت حاول تخاطب الكاستمر، انت مش جاست بتنزل ديزاين او بتنزل البن خلاص كده وترميها، لا انت تعبت في الديزاين، دخلت على بنترست من اجل الترويج ليه، من اجل الشراء، تمام؟ يبقى اشتغل على ان هو يشترى، تمام؟ مش فقط بس يشاهد ويحصل فيه بقى امبريشنز وفقط، من غير بس ممكن تعمل لايك ماشي اوكي زي فل وسيف، لا انت ناس بتعامل الناس في بنترست ناس بتعمل لهم انسبيريشن وبتعجبهم اكتر، وسط كميه من البنز الاخرى انت حاول بتتميز عنهم بهذه الاستراتيجيز، تمام؟ تمام كده احنا عرفنا كده البن اوبتمايزيشن، توصلنا كده ل موضوع ان تخليها فيرتيكال، تمام؟ ابتعد عن الوايت باك جراوند، عدد الوان الديزاينز نفسها، تمام؟ يعني لون التيشيرت بنفس الديزاين، تمام؟ برضو حط اكتر من ايتمز جوه، يعني لو في موكب مثلا معين، تمام؟ زي ما اتحركم اللي هو مثلا زي هنا، برضو بيقنع العميل او الكاستمر بشراء هذا التيشيرت، تمام؟ طبعا خصوصا كمان ان اللون نفسه برضو ماتش ويليق قوي على الالوان دي، تمام؟ برضو دي حاجه برضو مميزه جدا كاستراتيجي تنفع برضو استخدامها في بنترست، تمام. واخيرا وليس اخيرا تضع برضو ايه موضوع اللي انت تعمل كول تو اكشن تكست وبوتون، برضو عشان برضو ما انساش، عشان برضو ما حدش يتوه، برضو كانفا هنا بتعملها ازاي؟ انت تدوس هنا كرييت كاستم طبعا دايمنشنز، انا قلت مثلا ادي 1000 ب 1500، تمام؟ يفتح معاك طبعا صفحه البن الرسميه دي، تمام؟ انت برضو عشان ما اطولش على حضراتكم، انت هنا بتيجي مثلا على تمبلت، سوري اسف، على اليمنتس، وتدوس هنا كليك. طبعا هنا في الفري والبرو، انت بتعمل بس فلتريشن، ولو انت طبعا مش مشترك في البرو يعني كان بقى برو، فدينا ادي هو الفري، وبالتالي تعملها ايه؟ تظبطها بقى على الكلام اللي انت عايز تحط عليه كذا، تمام؟ اليمنتس طبعا دي بقى برضو ممكن تجيب منها الشيبس هنا ده هو، تمام؟ وبرضو كل واحد برضو وذوقه يتفنن كده في البن الخاصه بيه، تمام؟ برضو دي امثله انا قلتها لكم، وتيجي طبعا هنا تكتب هنا اللي انت عايز تكتبه بقى، وتجيب هنا البوتون دي عليها طبعا هنا الوان مختلفه، طبعا حابب تغير لون الابيض الاصفر وخلافه، وبالتالي تضع هذا ايه
الزرار على التكست نفسه او الكلام اللي انت هتكتبه. تمام. طبعا ده باسلوب سريع جدا بس على موضوع كانفا. تمام. ونيجي هنا بقى على الجزء الاخر من فيديو النهارده، الا وهو ايجاد الكي وورد المثاليه لظهور الديزاين حضرتك في البحث. تمام، خلاص انت عملت البن حضرتك بقى باسلوب مثالي وانيق وجميل. تمام، فتيجي بقى على ايجاد الكي ووردز. تمام، ازاي بقى تلاقي بقى الكي ووردز اللي انت عايزها بقى؟ طبعا بقى في طريقتين مهمين جدا في بنترست. اول حاجه بقى دي جينا على مكان البحث هنا، ودي جينا على كلمه انسبايريشن تي شيرتس. هنا بقى بيقترح عليك الاكثر الكلمات الاكثر بحثا على بنترست الخاصه بهذه الكلمه. فتيجي بقى طبعا تاخد هذه الكلمه كوبي، او طبعا تكتبها بقى انت في تكست. تمام، تاخد الكلمه دي وتحطها في تكست، وهذه وهكذا وهكذا وهكذا. كل الكلمات دي الناس بتبحث عن انسبيريشن تي شيرت. تمام، فبالتالي انت لما يكتبوا هذه الكلمه مثلا، حد كتب كاستم تيشيرتس ايدياز انسبيريشن، هيلاقي اللي زي حضرتك برضو ظهر قدامه. تمام، خصوصا بقى انت عامل بقى الديزاين بتاع حضرتك بقى جميل وموك اب بقى وفي كول تو اكشن، فطبعا ده هيشجعه اكتر ان هو ايه كليك على اللينك. تمام، دي طريقه اولى. الطريقه بقى الثانيه اللي انت بتيجي كانك هتعمل اعلان على كلمه ادس دي، وتدوس كرييت اد. تمام، طبعا انت مش هتعمل اعلان اوريدي ولا حاجه، انت بس في طريقه بس بتجيب منها الكي وورد. تمام، فبتيجي على هذه الصفحة وتيجي على كلمة تارجتنج، وتفتح برضه هذه الصفحة، تنزل بقى طبعا هنا تنزل لغاية ما توصل لهذا البوكس الخاصة بالكي وورد. تمام، فتيجي طبعا اكتب هنا انسبايريشن. طبعا هو البحث عموما في بنترست بيختلف عن جوجل. جوجل بيعتمد على اللونج تيل كي وورد او الكلمات الطويلة، اما البنترست بقى بيعتمد على بس كلام صغير قوي كده، وانت بقى تشوف بقى كميه بقى الانسبيريشن كي ووردز والحاجات اللي بقى الصور الموجوده بقى المعبره عن الكلمه الصغيره دي. تمام، فانت هنا انسبيريشن بقى طبعا مش هتلاقي كلام كتير قوي يعني، بس هتلاقي ممكن كلام يعني اهو موتيفيتد انسبيريشنال وورد. تمام، وهكذا كوتس انسبيريشنال. تمام، انسبيريشنال بيكتشرز. وهنا مثلا احنا كتبنا مثلا انسبيريشنال تي شيرت، فهو في كلمات ظهرت اهو، انسبيريشنال تي شيرتس وتيشيرت دريس وتيشيرت انسبيريشن. فانت ما عليك فقط لا غير ان الكلمات اللي انت هتعجبك تدوس عليها بس على انت الزائد دي. تمام كده، تي شيرت مثلا انسبيريشن. تمام، طبعا داي تيشيرت ما فيش مشكله، وتدوس هنا سي مور. طبعا هتلاقي ممكن في كلمات برضو مش كتير قوي على الكلام ده، الموضوع ده. تمام، خلاص كده خلصناها كده الحاجه الخاصه بالتيشيرتات. تخليه بقى انت ايه انسبيريشنال مثلا، فهتجيلك بقى هنا بقى ايه اللي هو زي انسبيريشنال وورد. تمام، بوزيتيفيتي. تمام، انسبيريشنال لايف كوتس، طبعا هي كوت موجوده اصلا اوريدي كانت في جوه الديزاين، وهكذا. ده كمثال، وطبعا تاخد بقى هذه الكي وورد تضيفها بقى على الكيورد انت اوريدي جبتها من عملية البحث اللي هتفعل عليها. تمام، اللي احنا جبناها هنا. تمام، وبالتالي انت عملت بقى كيورد مثالية. تمام، خاصة بالبحث، بالتالي بقى تضعها بقى في البن الخاصة بحضرتك. وبكده احنا وصلنا لاخر جزء في هذا الفيديو بتاع فيديو النهاردة، وان شاء الله يكون برضو نتكلم الفترة الجاية على حاجات الخاصة بالهاشتاجز والجروبس والترايبس، وبعض برضو التريكس الخاصة ببنترست. تمام، وازاي تعمل برضو الديسكريبشن والتايتلز واللينك. تمام، واتمنى النهارده يكون الفيديو النهارده عجبكم، ولو في اي سؤال اي استفسار سيبوه تحت في الكومنتات وان شاء الله هرد عليه بسرعة جدا. ومتنسوش برضو في سبسكرايب ولايك، ومع السلامة.